مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا، شوارع العاصمة الاقتصادية عامرة تزامنا مع صبيحة يوم الاثنين، وكيف ما كتشاهدوا معنا تي هي الأجواء تزامنا مع أمطار الخير اللي كانت هذه الأيام في كازا. تشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا في مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، كما كتشاهدوا معنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي شوارع العاصمة الاقتصادية عامرة صبيحة يوم الاثنين، وكيف ما كتعرفوا تزامنا مع بداية الأسبوع الطريق بطبيعة الحال كتكون عامرة بحكم أن كاع الناس كيرجعوا للخدمة ديالهم. تزامنا مع أمطار الخير اللي كانت تقريبا ماشي غير في كازا، أمطار الخير كانت في عدة مناطق في المغرب. قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا البث، كنشكركم على